لا إله إلا الله، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. We have now 8 participants. I wanted to take the attendance. أسامة. تسلم. عبد الله التويقري. طب اكتبوا اساميكم بقى يا شباب، معلش كله اكتب الاسامي بتاعته. مجاهد، سعود، اسامه، بس كده خلاص ما عادش في حد. معاذ، يبقى كده 1 2 3 4 5، كده 5 لغاية دلوقتي هما اللي قالوا. ماشي، مفيش إلا 5 بويز. اوكي جود. اوكي ماشي، 5 بويز فروم 20. ماشي، كله معتمد على الـ على الريكوردينج. انا بفكر جهدا ما عدتش هنزل ريكوردينج. ماشي اوكي. ان شاء الله يا شباب النهارده هنتكلم على محاضرة من نبدأ بقى المحاضرات. احنا خلصنا كده we finished the ascending and the descending tract. خلصنا كمان ال skull وال spinal cord. نبدأ بقى نطلع step by step لغاية ما نوصل لل cerebral cortex فوق. هناخد أول حاجة في البرين ستيم from below upward the medulla. Then we'll take إن شاء الله the pons. Then the last one of the brain stem is midbrain. Regarding the medulla, regarding the medulla, عايزين بس نعرف ايه النيوكلياي اللي موجوده في المدلة internally and the external features of the medulla. The brain stem. كلنا عارفين البرين ستيم from foundation. ده البرين ستيم. ده البرين ستيم. يا شباب. ده البرين ستيم. شوفوا كده في الصورة دي، أنا بحب الصورة دي جدا لأنها very important in OSP اللي هو sagittal section. هي المحاضرة دي بيسموها sagittal section. sagittal section بتاع البرين. أعرف إزاي فين البونز والمدلة والميبرين from this section بسرعة جدا، اللي هي البريجننت فيميل دي اللي شكلها عاملة زي البريجننت دي. كبيرة قوي دي بريجننت. هنسميها البونز. يبقى على طول الاورجنز اللي تحتها او الاستراكشرز اللي تحتها يبقى الميدولا. اللي above it هنلاقيها الميد برين، يبقى ام بي بي او ام بي ام اللي هو الميد برين، والبونز اللي هي البريجننت والميدولا. وراهم الثلاثه دول ذا ستراكشرز بيهايند السيريبيلم. above it you will find here CC سيريبرال كورتكس. تحت المظلة على طول يبقى ده على طول السباينال كورد. سهلة جدا 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 اناتومي اند ايفنز ان سي تي سكان اوف ذا برين. طيب عندنا هنا في حاجة اسمها فنتريكلز، ويل فايند هير فنتريكلز. يعني ايه فنتريكلز؟ يعني كافيتيز، اند ذا كافيتيز انسايد ذا برين كونتيننج سي اس اف. خدنا قبل كده ان السباينال كورد كونتين انسايد ات سنترال كانال، يبقى دي السنترال كانال بتاعت السبان كورد اللي هي عامله زي الايه؟ الفيشر ده. دي اسمها سنترال كانال اوف ذا سبان كورد، ماشي فيها سي اس اف. Also between the pons medulla and the cerebellum, between the pons medulla and the cerebellum, we'll find a cavity here. شايفين الكافيتي ده؟ اسمه الفورث فنتركل، اسمه رقم 4 فنتركل، نمبر 4. الفورث فنتركل، like the ventricle of the heart containing CSF. الميد برين
برضو بيحتوي على زي فشر كده جواه انسايد ات، بنسميها بنسميها سيريبرال اكوي داكت. اكوي داكت اكوي اكوي داكت اكوي داكت. نطلع فوق عند السيسي هنلاقي فيه اللي هو بنسميه اللاترال فينتريكل. لاترال فينتريكل هنقول تاني الناس اللي جايه لسه. يس ميدالا بونز هنا كونتيننج ووتر، يعني سي اس اف اللي هو الووتر. سي اس اف 99% اوف ذا سي اس اف از ووتر. نقول تاني يا شباب، يبقى عرفنا هنا نعرف البونز ازاي، نعرفها اللي هي بريجننت. بعد كده تحتها على طول بنلاقي هنا الميدالا، بعد كده الميد برين اباف، والميد برين الدكت بتاعته اسمها اكوي دكت. اكوي دكت المهم ده كلامنا جدا. السباينال كورد الدكت بتاعته اسمها سنترال كانال. بعد كده هنا السيريبيلم بيهايند ذا بونز اند بيهايند، انا قلت بيهايند، عند هتلاقي بينهم حاجه اسمها الفورث فينتريكل كافيتي اسمه فورث. اطلع في السيسي فوق هتلاقي في حاجه اسمها اللاترال فينتريكل. انزل تحت اللاترال فينتريكل على طول في المنطقه اللي فوق الميد برين دي بنسميها ثالاموس والهايبوثالاموس. المنطقه دي جواها فينتريكل اسمه ثيرد فينتريكل، اسمه الثيرد. دي منطقه الثالاموس والهايبوثالاموس اسمها ثيرد فينتريكل. ما علينا، الكلام ده كله ان شاء الله والريبيتنج ايه افري ليكتشرز، بس اهم حاجه نلاحظ ان هنا في حاجه اسمها فورث فينتريكل بتوين السيريبيلم اند بونز اند ميدالا. اهو عرفنا البرين ستيم اللي هو الميد برين والبونز والميدالا. طيب ايه هو الاكسترنال فيتشرز بتاعت الايه الاكسترنال فيتشرز اوف ذا ميدالا؟ يعني اكسترنال فيتشرز يعني وي وانت تو ديسكاس special features or external features of the medulla from outside from the front and the back. يعني this is the ventral surface of the medulla، او المنظر ده بنقول عليه ال ventral surface of brain stem كله. يعني ده البرين ستيم كله، كل محاضره هاخد منها special part. يعني ده بالنسبه لي البونز اعرفها ازاي، اهو دي البونز اللي في النص، دي الميد برين اللي فوق دي، يبقى اللي تحت ده هو الميدلا. ده احنا بنتكلم هنا على الفنترال سيرفيس، يعني if you want to see the brain stem from the front من قدام. السلايدز اللي بعدها ناخد الباك بتاع البرين ستيم. This is the front. هناخد ايه فيها؟ external features. بصوا بقى يا شباب سهله جدا، هناخد هنا الميد لاين ده، ناخد خط هنا في النص. Yes. Ventral is from the brain. Yes. هنا فينترال يعني after you removing the هنا برين ستيم بتبص عليه from the front. اول حاجه هنا في النص هنا ده فيشر موجود في النص اسمه anterior median fissure، بتلاقيه بيتقطع في النص كده وهو ماشي، اسمه anterior median fissure. هنتكلم الاول على الفيشرز، يبقى اول خط في النص كده بنسميه anterior median fissure. هنا في حته اسمها اوليف، اوليف يعني لايك ذا اوليف، اوليف اوليف او اوليف يعني زيتونه. الفشر اللي قبلها هنسميه بري اوليفري فشر. الفشر اللي بعدها هنسميه بوست اوليفري فشر. يبقى عندي كام فشر؟ ها؟ وي هاف ثري فشرز. خلي بالكم. وي ديفايد ذا ميدالا او البونز او الميد برين ذا سيم اون ذا رايت اند سايد. يعني هنا عندنا برضو البري اوليفري فشر اهو، وعندنا في بوست اوليفري فشر. يبقى anterior median ده واحد، بعد كده في بري اوليفري، في بري اوليفري، بوست اوليفري، بوست اوليفري. يبقى كام فيشر دلوقتي؟ ها قولوا 3 فيشرز. 3 فيشرز anterior median fissure and pre اوليفري fissure and post اوليفري fissure. post اوليفري fissure. post اوليفري fissure. fissure. طيب بين الفيشر والفيشر you will find elevation. Elevation يعني حتة عالية. Anterior pre-olivary مش pre-medial، ها اسمها pre-olive. 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 يعني قبل الأوليف. و post-olive بعد الأوليف أو أوليف. طيب بصوا هنا في الصورة دي. بين الانتيريور ميديان فيشر اند بري اوليفري فيشر هير يو ويل فايند اليفيشن هنسميه بيراميد.
بي بيراميد. ليه سميته بيراميد؟ لانه بيحتوي على البيراميدال تراكت لو انتوا فاكرين اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اللي هو الكورتيكو سباينال تراكت وهو نازل بيعمل ديكاسيشن. يس. بعد البيراميد هتلاقي في حاجه هنا اسمها اوليف او اوليف زيتونه. اوليف زيتونه اخر واحده بس مش باين قوي بتبقى مور لاترالي هنا صغيره اسمها اي سي بي. اي سي بي انفيريور سيريبيلر بيدانكل. تاني اسمها ايه؟ قولهم. اي inferior c cerebellar يعني cerebellum pedunculum. اه المضله عامله كونكشن. دي مضله كونكتد وذ cerebellum عن طريق تيوب. this tube hand like yes اسمها inferior cerebellar peduncle. خلي بالكم البرين ستيم كله عامل كونكشن وذ cerebellum by what means by peduncles. فعندنا في 3 peduncles المضلة مع السيربيلم عن طريق حاجة اسمها inferior cerebellar peduncle. يبقى احنا الوقت خدنا 3 elevation 3 fissures. again 3 elevations 3 fissures from the ventral surface of the medulla. pyramid, olive, inferior peduncle او inferior cerebellar peduncle. اهم حاجة تقول لي ان كل elevations ايه اللي جواه. يعني مثلا البيراميد هتقوم قايل لي كلمتين عليه. The pyramid contains the pyramidal tract اللي هو كورتيكو سباينال تراك. The olive اه هي ليه عامله اوليف كده؟ عامله ليه زي الزيتونه كده طالعه لبره؟ لانها contain olivary inferior olivary nucleus على اسمها olivary nucleus. طيب ليه inferior cerebellar peduncle؟ لانها عامله كونكشن مع السيربيلم واصله ما بين هي هناخدها ان شاء الله في السيربيلم اللي بتحتوي على فايبرز كتيره جدا. سهل. I think it is very easy. طيب نعمل كليرينج نقول تاني خلاص كده. طيب تعال نشوف نقول تاني اهو في السلايدز. elevations how many elevations 3 elevations. the pyramid بيحتوي على البيراميدال تراكت نمبر 1. olive بيحتوي على inferior olivary nucleus او olive اللي هي زيتونه. اخر واحده اللي هي الانفيريور سيريبيلر بدنكل اللي هي عامله كونكشن ما بين المضله والسيريبيلم. لان ممكن نسال سؤال هو ايه الوصله ايه الكونكشن ما بين السيريبيلم والمضله؟ هتقوم ايه اللي هي الانفيريور سيريبيلر بدنكل. وي هاف هير اولسو نيرفز. ايه النيرفز بقى؟ شوفوا كده شوفوا كده في الصوره دي في هنا فور نيرفز. نيرف ما قلتش نيوكليوس. في فرق ما بين النيرف اند ذا نيوكليوس. ذا نيرف النيرف فايبر كورد لايك. لكن النيوكليوس دي بتبقى عباره عن حته انترنال ستراكشرز عشان بيطلع منها النيرف. بصوا بقى كده الصوره دي هنا طالع من هنا الفور نيرفز اهو. اول نيرف طالع اهو رقم 1 رقم 12 اسمه هايبوغلوسال. هايبوغلوسال هايبوغلوسال نيرف ده طالع من اي فيشر يا اولاد؟ حد يقول كده طالع من الفيشر ده اسمه ايه الفيشر ده؟ بري اوليفري. شاطرين. هايبوغلوسال رقم 12 يبقى رقم 12 طالع من البري اوليفري فيشر. شاطرين. بيطلع بقى من البوست اوليفري فيشر. شايفين بقى الجزء اللي ورا الفيشر اللي ورا ده اسمه البوست اوليفري فيشر اهو. ده طالع منه 3 نيرف زي ما انتم شايفين كده. النيرف رقم كام بقى؟ النيرف رقم ها نمبر 9 10 11. واو او ماي جاد سهله جدا. يبقى البوست اوليفري فيشر طالع من نو بري لا البوست طالع منه 9 10 11 البري 12. البوست هو اللي ورا خالص طالع منه 9 10 اند 11. البري فيشر طالع منه هايبوغلوسال. قال له يبقى هاو ها ميني كرينيال نيرفز اكزيت فروم ذا ميدلا ذا لاست فور اخر اربعه. يس لازم تعرف الاثنين انت في السي ان اس. احنا ناو وي ار ان ذا سي ان اس بلوك اند ويل تيك ذيس نيرفز ان ديتيلز. في الاكزام هجيب لك اسم النيرف ذا نيم اور ذا نمبر مي بي ذا بوث بس موستلي اه يس 9 فيجاس سوري 10 فيجاس 9 جلوسوفارينجيال اند 11 اكسسوري. نمبر 12 هايبوغلوسال يعني من الافضل ان انت تحفظه مفهوم ناو. This better.
يبقى how many cranial nerves خارجين من المدلة the last four آخر أربعة الأربعة اللي في النص the middle four cranial nerves from the pons nerve number three and four from the midbrain يبقى كده سهلة جدا عشان إيه نفتكرها later the last four from the medulla the middle four from the pons and the number three and four arising from the midbrain إن شاء الله سهلة إن شاء الله سهلة جدا وجميلة جدا ها أهي the pre-olivary fissure اللي هو 12 12 هنا اسمه hypoglossal 9 10 and 11 أنا بعملها ليه كده في المحاضرة بال by the number عشان تبقى for easy for me and you but إن شاء الله you must memorize the name of this nerve we have three fissures out the nerves anterior median fissure we discuss it now and the pre-olivary and the post-olivary حد تشوف كده في الانتيريو ميديان فيشر كلكم شايفينه شفتوا الانتيريو ميديان فيشر بيبقى نازل في النص كده الانتيريو ميديان فيشر بعد كده بيحصل له يختفي وبعدين يظهر تاني وبعدين ظهر تاني اهو ايه الحته اللي في النص دي اسمها ايه اللي يقولها بقى شاطر جدا الحته اللي في النص اللي هو اختفى ظهر appear then disappear اسمها ايه الحته دي نو يا راجل زعلان منكم طيب بص كده بصوا يس ديكاستيشن فيري جود فاكرين البيراميد وهو نازل هنا البيراميد تراكت بيحصل له ديكاستيشن في اللور بارت اوف ذا ميدلا ويقوم يعدي الجهه الثانيه ويعمل ديكاستيشن هنا وده يعمل ديكاستيشن هنا فدي البيراميدال ديكاستيشن فهي بتخلي الفيشر يختفي هي دي مكان البيراميدال ديكاستيشن شاطرين فيري جود نكمل ها سهله الفنترال سيرفيس اوف ذا ميدلا اه ده اللي ده هنا ده البري اوليفري فيشر وده البوست اوليفري فيشر اظن واضحه الامور جميله جدا حتى في الاوس بي ذا سيم ها ذا سيم لايك ذات اف يو سي ذا برينستيم اور ذا ميدلا فروم ذا فنترال لايك ذات بيراميد اوليف انفيريور سيريبيلر بيدانكل فور كرينيا نيرفز نمبر 12 نمبر 9 نمبر 10 نمبر 11 اند سو ذيس از ا دورسال سيرفيس اوف ذا اوف ذا ميدلا طلع بقى ركزوا معايا فيها سهلة جدا على الصورة على فكرة احنا لو حفظنا على الصورة you can memorize يعني سهلة جدا تخلص OSB تخلص MCQ تخلص اي حاجة في الدنيا very easy سهلة جدا بص كده يا شباب نتكلم كده على المظلة فين بقى المظلة هنا في الصورة انا والله حيران جدا انا مش عارف هوير ذا ميدلا ده كل البرين ستيم this is all the dorsal surface of the brain stem mid brain pons ميدلا اعرفهم ازاي من بعض سهلة جدا دور على شعر ماشي في النص اهو شايفين الشعر اللي ماشي في النص ده فايبرز ماشي في النص يس يبقى ديت دي حدود المظلة لغاية هنا من اول تحت من اول هنا لغاية تحت يس دي بنسميها dorsal surface of the medulla المثلث اللي فوق بقى ده المثلث اللي فوق ده هو ده البونز يبقى المنطقة اللي فوق دي هي دي الميد برين سهلة جدا يبقى عشان نعرف الحدود بتاعتنا ادور على فايبرز ماشية بالعرض هنسمي الفايبرز دي ايه دي تبع المدلة هنسميها سترايا سترايا ميدلارز اوف الفورث فينتريكل رقم اربعة يس انا قلت لكم قبل كده ايه سترايا يعني فايبرز ميدلارز يعني مدلة اوف الفورث فينتريكل هو انا قلت لكم فين الفورث فينتريكل كافيتي الكافيتي ده كان بين مين ومين؟ حد فاكر؟ ها؟ بين البونز والمظله والسربيلم. صح؟ بس الدورسال سيرفيس ولا فنترال سيرفيس؟ دورسال. يعني ايه دورسال؟ يعني هنعتبر ان ده الدورسال بتاع المظله والبونز وهنا السربيلم ان بتوين هتلاقي فيه كافيتي، الكافيتي ده هو الفورث فنتركل. فعشان كده سميت الفايبرز دي استرايا ميدلارز اوف ذا فورث فنتركل. جميل جدا يبقى اول حاجه هتشوفها هنا في الصوره هو الاستراي ميدلارز اوف ذا فورث فينتريكل طيب هقوم عامل بعد كده تراينجل والتراينجل ده هنقسم المظله من ورا الى حاجتين الجزء التراينجل اللي فوق ده اهو
هنسميها upper part of medulla. او هي عشان هي موجوده في الفورث فينتريكل اكتر فهنسميها open medulla, open مفتوح. الجزء اللي تحت ده هنسميه lower part of medulla او هنسميها closed medulla عشان هي ملهاش علاقه بالفورث فينتريكل. يبقى انا قسمتها المدلة من ورا. The dorsal surface of the medulla is divided into two parts, the lower part and the upper part. The lower part is closed, the upper part is open. Why closed and open in relation to the fourth ventricle? طب تعالى ناخد اللور بارت اوف ذا مدلة فيها ايه؟ فيها 3 elevation. اهو واحد, اهو ادا elevation اهو اسمه جي جراسيل. رقم 2 سي كونييت, اخر حاجه اسمها تيوبيركولوم. الله, يبقى the lower part of the medulla اهم, ادا واحد elevation, ادا elevation, ادا elevation. خلي بالكم مش هي not the same elevation from the front, another elevations. In front كانت البيراميد والاوليف والانفيريور سيربيلار بيدانكل, لكن هنا هنسميها جي اللور بارت اوف ذا ميدلا جي اند سي اند تي جراسيل تيوبركل. لا جراسيل, جراسيل هو اي جراسيل, هو اي جراسيل, ها ها هو اي جراسيل, ها عشان ايه؟ عشان الجراسيل نيوكليوس اللي كان بيقف فيها الجي اند سي تراكت. شطره, ها سي عشان الكونييت نيوكليوس اللي بيقف فيها الكونييت تراكت. تي 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 هنسميها تيوبيركولوم سيناريوم, اسمها كده تيوبيركولوم سيناريوم. دي فيها نيوكليوس, خلي بالكم عشان في الام اس كيو فيها نيوكليوس. يبقى هنا خلي بالك لو انتم ملاحظين حاجه هنا هنسمع كلمه نيوكليوس. كان في الفرنت بتاعه المدله كنا دايما بنسمع كلمه نيرف, هنا بنسمع كلمه نيوكليوس. يعني هنا جراسيل تيوبركل معناها جراسيل نيوكليوس, كونييت تيوبركل عشان الكونييت نيوكليوس. هنا تيوبركلوم سيناريوم فيها نيوكليوس اسمها انفيريور تراجمنال نيوكليوس او سباينال تراجمنال نيوكليوس, سباينال تراجمنال نيوكليوس بتاعت نيرف نمبر 5. لا جراسيل وكونييت نيوكليوس علشان النيوكلياي بتاعه الايه السكند اوردر نيورون اللي هو جراسيل وكونييت نيوكليوس. يس, اللي هي بتاخد الكونشس بروبريسبشن الديسكريمينيتيف تاتش اند سو اون. نقول تاني, يبقى ذا لوور بارت اوف ذا ميدل كونتين 3 اليفيشنز فروم ذا ميديال تو ذا لاترال. نمبر 1 جراسيل, ها حتى هنا برضو, ها هنا جي جراسيل زيها, هنا كونييت زيها, هنا تيوبيركلوم سيناريوم زيها. يبقى هما التلاتة اللي هنا زي التلاتة اللي هنا بالظبط from the midline. جراسيل كونييت تيوبيركلوم سيناريوم, جراسيل جراسيل نيوكليوس and the كونييت contain the كونييت نيوكليوس and the last one, ها جي سي اند تي good, اللي هو تيوبيركلوم سيناريوم اللي هو contain spinal trigeminal nucleus. This is the lower part of the medulla. This is the lower part of the medulla. اللي هي closed ولا open the lower part of the medulla? Closed ولا open? Closed the medulla. Yes. تعال نشوف كده في الصورة. Closed the medulla. أهو جراسيل تيوبركل عشان الجراسيل نيوكليوس, كونييت تيوبركل عشان الكونييت نيوكليوس, تيوبركلوم سيناريوم عشان نيوكليوس رقم 5 اسمها spinal trigeminal nucleus. خلي بالكم عشان اما نيجي نلم النيرف هنلم النيوكلياي بتاعته. قال لكم فين الترايجيمينال نيوكليوس؟ كانت فين؟ كانت فين؟ هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده and so on. اسمها spinal trigeminal nucleus. اهو this is gracile cuneate spinal trigeminal nucleus. The upper part of the medulla open or closed? The upper part open. Why? Why open? Why open? In relation to what? عشان هي related to what? Huh? Related to the ventricle. Any ventricle fourth or fourth ventricle. تعال نشوف بقى هنا, ركزوا في الحته دي جميله جدا. تعال نرسم الاول فين ال where the upper part of the medulla. This is the upper part of the medulla. اهي اللي هو المثلث اللي فوق ده. ده ال upper part اللي هو الاوبن. طيب اللي جواه هنقسمه الى كذا حاجه.
طبعا في خط في النص اهو اللي هو الفيشر اللي في النص ده اسمه ميديان فيشر موصل حتى لغايه البونز فوقه خط في النص ده اللي هنا زي اللي هنا بالظبط يجي سلكس كده جاي كده شوفوا جاي ازاي جاي سلكس جاي وممتد في البونز كمان فوقه بس عامل زي انفرتد واي او لامدا شفتم اسمه ايه بقى ده اسمه سلكس ليميتنز سلكس ليميتنز The sulcus limitans divided the upper part of the medulla into three elevations. اهي اول elevation اهو اول elevation يا شباب اهو اول elevation ده التاني ده التالت medially to laterally number one هنسميها اللي هو بتاعت النيوكلس بتاعت number 12 هورز سلكس اللي هو اللي انا عامله بالبلو كلر اللي هو الواي شيب انفرتد انفرتد واي اللي هو عامل كده شفتوها بالبلو كلر هو ده السلكس ليميتنز اللي هو ده اوكي عمل 3 اليفيشن اللي هو ال 12 10 8 حلو قوي دي النيوكليوس بتاع 12 النيوكليوس بتاع 10 النيوكليوس بتاع 8 طيب حد يقول لي فين 12 اهي دي 12 طب نعمل كلير تاني ونرسمها تاني تاني اهو 12 اهي يا شباب 12 اهي النيوكليس بتاع 12 اهي ها بعد كده بتاع 10 بعد كده ايه نفس الكلام الجهه الثانيه 12 10 8 ممتد لفوق السلكس ياس هنقوله حتى في البونز ان شاء الله بكره ياس او السلكس بينهم اهو جاي كده ازاي بصوا جاي كده كده ومقسم كده وطالع ممتد في البونز فوق اسمه سلكس ليميتنز عمل 12 ده اللي هو الهايبوجلوسيال ترايجون هنسمي هنا الاليفيشن ممكن تقول تيوبركل او ترايجون ترايجون ذا سيم عشان الهايبوجلوسيال نيوكليوس رقم 10 هنسميها فيجال ترايجون او ممكن نسميها عشان النيوكليوس بتاعت الفيجاس اسمها الدورسال موتور نيوكليوس اوف فيجاس 8 هنسميها فيستيبولار ترايجون عشان الانفيريور ولاترال فيستيبولار نيوكليوس لا 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 يعني معنى كده ان كلهم اسمهم هايبوجلوسال فيجال فيستيبولار هايبوجلوسال 12 فيجال 10 8 فيستيبولار ذا ميديال 1 از 12 اللي هو الهايبوجلوسال اند ذا لاترال 1 از 8 اللي هو الفيستيبولار اند ان بتوين يو ويل فايند فيجال طيب ليه سميتها هايبوجلوسال عشان الهايبوجلوسال نيوكليوس طب ليه سميتها فيجل عشان فيها نيوكليوس اسمها الدورسال موتور نيوكليوس اوف فيجاس طب ليه سميتها فيستيبولر عشان كونتين تو نيوكليوس انفيريور اند لاترال فيستيبولر نيوكليوس والله ما انتوا فاهمين ولا اشي اهو ذا سلكس ليميتنز ديفايدد ات انتو 3 ترايجون From the medial to the lateral, hypoglossal, hypoglossal nucleus, vagal, vagal nucleus, اللي هي الدورسال موتور, vestibular, اللي هو الانفيريور and the medial vestibular nucleus. Clear. Nice. ايه بقى area postrema؟ ايه فين area postrema؟ area postrema here, كلمة postrema معناها vomiting. Area of vomiting. اسمها vomiting center موجوده فين بالظبط موجوده هنا عند الانجل اوف ذيس تراينجل هنا اسمها vomiting center عند حاجه اسمها اوبكس هنا كده شاطرين المنطقه دي بيسموها مش ايبكس عكس ايبكس اوبكس اوبكس ها هي عند المثلث اللي تحت دي او بيسموها ساعات vomiting center vomit area postrema vomiting center ساعات الناس اللي بيبقى عندهم ديبريشن او حاجه بتبقى ستيميوليتد كتير ها؟ If there is a tumor بتعمل vomiting yes ها؟ دي مسؤوله عن الفوميتنج سنتر او الاريا بوستريما لو في اي حد عنده تيومر في المنطقه دي او اي حاجه بتعمل دايما اللي اسمها بيسموها vomiting center عند منطقه اسمها اوبكس 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 ها؟ اوبكس اخر حاجه شايفين الاسترايا اللي احنا قلناها في الاخر دي الفايبرز دي اسمها استرايا ميدلارز اوف الفورث فينتريكل
وكده خلصنا الفنترال والدورسال سيرفيس اوف ذا ها اوف وات ها اوف مين اوف ذا ميدلا. نقولها تاني بسرعه. ادا الهايبوغلوسال ترايجون، ادا الفيجال ترايجون، ادا الفيستيبولار ترايجون، ادا ها الاستراي ميدلارز اوف ذا فورث فنتريكل. دي اسمها اوبكس او الفوميتنج سنتر اللي هي قلنا بيحصل لها ساعات ستيميوليشن. طيب قبل ما ناخد الانترنال فيتشرز تعال اسالكم انا سؤال، اسمها ايه دي؟ ديس اليفيشن. طب دي اسمها ايه؟ طب دي اسمها ايه؟ تيوبركلوم سيناريوم. طيب اسم ايه النيوكليوس اللي موجوده في التيوبركلوم سيناريوم؟ شاطرين. طب حد يقدر يقول لي ايه هي النيوكلياي اللي انا قلتها لغايه دلوقتي موجوده في المظله؟ بليز اون ليست ذا نيوكلياي. نيوكلياي مش نيرف. You must differentiate between the nerve and the nuclei. ممكن اقول لك ايه هي النيرفز اللي from the medulla او ايه هي النيوكلياي اللي موجوده inside the medulla. حد يعرف يقول لي اسماء النيوكلياي of the medulla؟ يلا بسرعه. حد يقول؟ لا نقولهم بالايه؟ ها؟ يلا قولوا لي يلا وانا اكتب. جراسيل شاطرين. جراسيل نيوكليوس، كونيوت نيوكليوس شاطرين. يبقى جراسيل شاطر. سباينال تراجمينال نيوكليوس، يبقى جراسيل نيوكليوس كونييت نيوكليوس سباينال تراجمينال نيوكليوس. ها ايه كمان؟ لا مش هنقول الحاجات اللي هي الايه اللي انا ما قلتهاش، انا عايز اللي انا قلته. هايبوغلوسال دي ما تنفعش، هايبوغلوسال نيوكليوس. الفيجاس اللي هي الدورسال موتور نيوكليوس اوف فيجاس شاطرين. يا كمان الفيستيبولر اللي هي الانفيريور والفيستيبولر نيوكليوس. كان في نيوكليوس ان فرونت من الفنترال شاطر شاطرين قوي. اللي شاطر اللي قال انفيريور اوليفري شاطر جدا. انفيريور اوليفري نيوكليوس، انفيريور اوليفري نيوكليوس. يبقى هي دي النيوكلياي. ها وكلمه نيوكلياي معناها كولكشن اوف ذا نيرف. ها نيرف. ذا كولكشن اوف ذا ها nerve bodies inside the CNS بنسميها النيوكليوس او outside بنسميها جانجليا. والنيوكليوس هي دي اللي بتدي الاوريجين اوف ذا نيرف. يعني النيرف هو طالع exit from the brain stem بيطلع من النيوكليوس. النيوكليوس هي اللي بتدي له الاوردر بالانفورميشنز اللي هي وصلها للمسل او السكن او الاورجن اند سو اون. كلير. اهو ايه هي بقى الانترنال ستراكشر اوف ذا مدله؟ قلنا هناخد النيوكلياي اللي موجوده في المظله جراسيل وكونيوت نيوكلياس، وفيها السيربيلر وفيها كرينيال نيرف نيوكلياي. انا عرفت دي خلاص، انا عارف ان النيوكلياي اللي موجوده في المظله هي الجراسيل وكونيوت نيوكلياس، وخدت شويه حاجات من الكرينيال نيرف نيوكلياي صح. في حاجات بقى انا ما ايه مش عارفها لسه، اسمها السيربيلر ريلي نيوكلياي. تعال نشوفهم هم ايه هم دول. يلا ايه هي بقى السيربيلر ريلي نيوكلياي؟ يعني ايه كلمه سيربيلر؟ يعني سيربيل. يعني ايه كلمه ريلي؟ ريلي معناها يعني ايه معناها ريلي؟ ادا السيربيلم اهو، ده السيربيلم، وهنا ده المظله. في فايبر عايزه تروح جايه من تحت مثلا من السباينال كورد او جايه من البرين وراحه عايزه تروح للسيربيلم، فتقوم راحه الاول هنا طالعه، تقوم واقفه الاول في المظله تريح شويه، وبعد كده تقوم مكمله الطريق بتاعها تروح للسيربيلم. وهي بتريح هنا بتريح في النيوكليوس، فسميت النيوكليوس دهيت سيربيلر ريلي، زي ها زي محطه كده عشان تريح شويه، ريلي نيوكليوس. طيب هي راحه فين في الاخر؟ راحه للسيربيلم. يبقى هي استراحه. يبقى هي ايه؟ زي الاستراحه كده، بدل ما تكمل الطريق بسرعه دايركت بتقوم عامله ريلي في المظله وتكمل تاني، فعشان كده سميتها سيربيلر ريلي نيوكلياي. النيوكلياي اللي لها علاقه بيه ها
السيربيلم بس بيتريح في المدار. تعال نشوفهم زي مين. Just names. Accessory conate nucleus. دي اللي بتاخد البروبريوسبسن انكونشيوس ولا كونشيوس من الابر لمب. فاكرين احنا قلناها في التراكت اللي هي كونيو سيريبيلر تراكت انكونشيوس. اركويت نيوكليوس. في نيوكليوس ما اركويت دي بتاخد من السيريبرال كورتكس معلومات من السيريبرال كورتكس وتودي للسيريبيلم. ريتيكولار فورميشن بتاخد معلومات من السيريبرال كورتكس ومن السبينال كورد وتقوم موديه اسمها ريتيكولار نيوكليوس. انفيريور اوليفري بتاخد برضه فروم ذا سيريبرال كورتكس اند ذا سبينال كورد. اخر حاجه الفيستيبولار نيوكليوس بتاخد من الفيستيبولار تاني. يبقى ايه هي السيريبيلر ريلي نيوكلياي؟ اون ليست اور نيم ذا نيوكلياي اللي موجوده في المظله دي اسمها انترنال فيتشر اوف ذا مظله. دي من جوه بقى، دي دايمه انسايد مش هتشوفها من فروم اوتسايد. اكسسوري كونييت نيوكليوس دي عشان لها علاقه من السنسيشن من الابر لم. اركويت بتاخد من السيريبرال كورتكس. الريتيكولار فورميشن بتاخد من السيريبرال كورتكس وبتاخد من السباينال كورد الانفورميشن وتقوم زقلاهم للسيريبيلم. انفيريور اوليفري نيوكليوس بتاخد من الاثنين برضه فروم سيريبرال كورتكس اند سباينال كورد. فيستيبولر اللي هي الانفيريور اند ميديال بتاخد من الفيستيبولر نيوكليوس او من الفيستيبولر نيرف اللي هو له علاقه بالاكيوليبريم صح وتوديهم للسيريبيلم. فاهمين طبعا؟ سهله. اوكي. كرينيال نيرف نيوكلياي. ايه بقى كرينيال نيرف نيوكلياي اللي احنا قلناها؟ تعال نشوف. في حاجات انا قلتها وديسكاست ناو انه في حاجات لسه ان شاء الله ليتر. يعني سباينال تراجمينال انا قلتها ولا لا؟ يس. سوليتيريوس ما قلتهاش. نيوكلياس سوليتيريوس ما قلتهاش لانها سوليتري وحيده. جامي زي الرينج السوليتير. ها سوليتير الناس اللي انجيجمنت صح. يقول لك ايه انا مش هجيب ذهب كتير انا هجيب بس ايه سوليتري رينج سوليتير. نيوكلياس سوليتيريوس دي سنسوري وظيفتها اصلا سنسوري. فيها هايبوغلوسال نيوكلياس اللي هي بتاعت الهايبوغلوسال نيرف رقم 12 قلناها. دي موتور. نيوكلياس امبيجوس ما قلناهاش خالص قبل كده. ambiguous يعني مش باينه زي خدته في reproduction block. ambiguous genitalia اللي هي الناس الجينيتاليا بتاعتهم مش واضحه او مش ظاهره. هنا دي برضو مش واضحه او ظاهره اسمها ambiguous محدش ينساها. في inferior salivatory nucleus فاكرينها في ال GIT block. parasympathetic اللي كانت بتبعت للparotid gland glossopharyngeal nerve اللي هي الاوتيك جانجليا. يس لازم نعرف الموتور والسنسوري هناخدهم ان شاء الله ليتر بس دلوقتي انت بتظبط نفسك ان دي موتور او سنسوري ازاي. دورسال موتور نيوكليس اوف فيجاس دي باراسمباثيك والفيستيبولار نيوكليس قلناها. يبقى في حاجات انا قلتها وفي حاجات هنا جديده. يعني مثلا السباينال تراجمينال احنا قلناها. الهايبوجلوسال عارفينها. الدورسال موتور نيوكليس والفيستيبولار. الجديد عندنا السوليتيريوس والامبيجوس والسليه والسليفري نيوكليوس. سليفري نيوكليوس يبقى باروت الجلاند يبقى باراسمباثيك. فيجاس طبعا يبقى باراسمباثيك. يبقى هنا دلوقتي في دول كلهم في اثنين دول بس باراسمباثيك. دول موتور الاثنين دول موتور والباقي سنسوري. هايبوجلوسال ده اصلا موتور كله موتور. امبيجوس عرفوها دايما هي موتور. انتوا فاهمين الاول ولا لا قبل ما ناخد محاضره ثانيه؟ الحمد لله. يبقى كده خلصنا. مين يا اولاد؟ ها قولوا. لازم نحفظ الشاطر يحفظ من دلوقتي اسماء نيوكليس وموتور ولا سنسوري عشان ليتر هناخد الكرينيال نيرفز ان ديتيلز. ها وهناخد النيوكلياي دي ان ديتيلز فدي هتخلينا فيري فيري ايزي ليتر. الحمد لله. اوكي. حد عنده سؤال هنا في المحاضره في المظله؟
نمبر 7 ماله نمبر 7 نمبر 7 فيستيبولر سنسوري سنسوري فيستيبولر كل دول سنسوري ما عدا الهايبوغلوسال والامبيجوس اثنين هم 3 و4 والموتور و5 و6 باراسمباثيك الباقي كله سنسوري سؤال ناخد دلوقتي الاتندنس باتن الاتندنس باتن انا عايز الاتندنس يبقى 20 بس بعد كده انا مش هدي محاضرات والعدد 10 انسوا صراحه كده يعني الناس اللي نايمه لغايه دلوقتي ومش عايزه تحضر المحاضره ها انا مش هدي محاضره تاني والعدد 10 شكرا يا شباب شكرا جزيلا يلا السلام عليكم.